قضايا الاختلاس المال العام في المغرب إشكال كبير جدا. هاد الصورة المعبرة ديال الأخطبوط كتلخص الوضع بشكل واضح وجلي. عندنا إشكال في المغرب اللي هو عندنا نصوص قانونية زوينة سواء على المستوى الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، كاين نصوص جذرية. الإشكال هو أنه في التطبيق بعض بخصوص بعض الملفات، كيف يعقل أن بعض الملفات تثار فيها اتهامات خطيرة، أحيانا شبهات واتهامات لمسؤولين ولا يمله لا من يحرك ساكنة. وكاين علما أن القانون واضح، إما أن الصحفي اللي نشر هذه المعلومات هو هي معلومات كاذبة ويجب حالة الملف على القضاء للحسم فيه، أو أن هذاك السيد راه شفار، راه ما كاينين جوج. وإلا هاد الشيء هذا راه كاين واحد النوع ديال يعني دار تغول، علما أن الـ أن الـ أن هناك كاين واحد التالوت، هو أنه كاين التالوت الفساد والاستبداد والإرهاب. رجعوا مثلا واحد المؤلف ديال الأستاذ محمد حركات حول تالوت الاستبداد والفساد والإرهاب، مهم جدا. تكلمنا مثلا في أحداث ديال الإرهابية الخطيرة اللي وقعت في الدار البيضاء على الفقر وعلى الفساد، ينتج التطرف. إذن هناك إشكال بالنسبة لهذا الملف، هذا الكتاب، وينقسم إلى أربعة أقسام. الأول يهم العمل القضائي من خلال بعض النماذج سواء أمام محكمة النقد من قبيل ملف مهم ديال واحد العامل سابق. وهنا رجع واحد المسألة اللي مسألة في بعض الملفات، مثلا القضايا ديال 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 دور الصفيح، وزيرة الإسكان كتخرج في 2022 وكتتكلم على تبخر ربما رقم ديال 4000 مليار في مدن بدون صفيح. من المسؤول؟ من المسؤول؟ هناك إشكال. برجع للملف الكتاب ديالي، وأنه الكتاب يسائل جميع الفاعلين عن تركة محكمة العدل الخاصة. محكمة العدل الخاصة ألغيت في 2004 وتوزعت التركة ديالها على 9 غرف استئنافية و11 محكمة ابتدائية. مبلغ المساءلة ديال 102 الملفات في أكثر من 13 مليار. فين وصلت هاد الشهادة؟ فين وصلوا؟ 11 ملف مبالغها غير محددة، بما فيها القرض العقاري، بما فيها سميتو الملف ديال 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 القرض العقاري والسياحي اللي كانت دارت فيه لجنة تقصي الحقائق النيابية مجلس النواب، وبما فيها ملف ديال الضمان الاجتماعي اللي كانت دارت فيه لجنة تقصي الحقائق مجلس المستشارين، علما أن الملف الأخير ما زال يعرض أمام القضاء. وهذا إشكال آخر ديال، لأن هناك مسألة إشكاليات مرتبطة بعملية التقاضي. شحال العمر ديال الملفات الافتراضي ديال ملفات تروج منذ سنوات؟ البرنامج الاستعجالي ديال التعليم أين وصل؟ المهم عدة إشكالات تثار في 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 الموضوع. أنا بالنسبة لي عند الكتاب كيطرح كيعطي حتى الأرقام ديال القضايا والجهات اللي تحالت عليها. إذن بالنسبة لي أنا يا أين وصلت هذه الملفات؟ وعندنا إبان إلغاء محكمة العدل الخاصة، وزير العدل السابق المرحوم محمد وزوبة صرح بأن المحكمة قضت باسترجاع 142 مليار، أقر بأنها استرجعت فقط 4 ملايير. فين 138 مليار؟ هذا من المواضيع اللي كيطرحها هذا الكتاب. وشكرا.
بالنسبة لي الهدف ولا الأهداف ديال الكتاب هو أولا تنوير الرأي العام، والثاني أنه كيوجه واحد رسالة لمن لهم الأمر أنه آن الأوان لمحاربة الفساد والقطع مع الله يسامح. إذن هذه بصفة عامة أنه محور ديال الكتاب هو فعلا أنه طرق مجموعة ديال القضايا، والبعض القضايا اللي مقدرش أنه توصل لها 100% أنها متواجدة، كنتمنوا أنه على مستوى السلطة القضائية أنها تعمل على النشر ديالها حتى يطلع عليها الرأي العام، وبالتالي أنه خصنا أننا تجديد ديال العقوبة. ما يتعلق بأنه حذف ديال المحكمة الخاصة هذا قرار سياسي ما نبقاش نناقشوه، ولكن يجب التفكير في أنه يكون قضاء متخصص، كذلك إعطاء الأهمية للمجلس على الحسابات، لأن لا يعقل أنه المجلس على الحسابات أو الوكيل العام لدى محكمة المجلس على الحسابات أنه ما كيحلش مباشرة على القضاء، لابد أنه خصو يدوز على واحد المسطرة اللي هي معقدة. ما يتعلق بما جاء في الكتاب أو النقائص ديال الكتاب، أنه كما قلت أنه الآن داير الرصد ديال هاد القضايا ديال الاختلاس، ولكن الآن خصنا نناقشوها تلقى أنها تفتح على الرأي العام، وأنه يحاول ما أمكن أخذ الأفكار اللي يمكن أنه يستلمطها من الناس بعد من الآن النشر دياله. إذا نحاول ما أمكن أنه يتصل بعض القراء ليعطيوها ارتسامات ديالهم كتابة، وأنه باش أنه يجود المضمون ديال الكتاب.